السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبداية يا أخواننا بقول كل عام وأنتم بخير، كل عام ودينكم بخير، كل عام وأبناؤكم وعيالكم وذرياتكم وآباؤكم وأمهاتكم بخير. فقد أطلتنا وستطل علينا من غد أو من بعد غد أيام مباركات طيبات، هي أحلى وأزكى وأعظم أيام الدنيا. صلوا على رسول الله. أعظم أيام الدنيا ستمر علينا في اللحظات القابلة إن شاء الله. لذلك الموضوع طويل، لكني أحببت أن أختصر الوقفات في وقفتين، وقفة في هذا اليوم ووقفة قبيل يوم عرفة. في هذا اليوم سأتكلم باختصار عن فضائل وجوائز تلك الأيام التي سنمر بها إن شاء الله. وفي قبيل يوم عرفة سأتكلم عن فضائل يوم عرفة. أما في هذه الندوة المختصرة فحديثي معكم سيكون قصيرا إن شاء الله عن فضائل تلك الأيام المباركات. وماذا يستحب فيها من الأعمال؟ فأعيروني القلوب والأسماع. صلوا على رسول الله. ابتداءً يا إخواننا، لله سبحانه وتعالى أن يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات سبعاً ففضل السماء السابعة، وخلق الأيام سبعاً وفضل يوم الجمعة، وخلق الأشهر 12 وفضل يوم رمضان، وفضل شهر رمضان، واختار أن يكون أعظم أيام الدنيا هي أيام العشر من ذي الحجة. انظروا كيف أن القرآن اهتم بتلك الأيام اهتماما بالغا. يقول سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. يقول ابن عباس رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وليال عشر، هي عشر ذي الحجة. بل إن العلماء يفسرون قول الله سبحانه وتعالى والفجر أي فجر يوم النحر أو فجر يوم ذي الحجة. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالعشر بعشرة أيام من ذي الحجة، ويقسم بفجر يوم ذي الحجة يوم عرفة مباشرة. ويفسر قوله تعالى وليال عشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. أعيد الحديث الثاني يا أخوانا: إن العشر عشر الأضحى، وإن الشفع والوتر، والوتر إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. فالله سبحانه وتعالى اختص تلك الأيام بأن أقسم بها، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. والفجر وليال عشر. قال ابن عباس ومجاهد أن الأيام العشر المقصود فيها هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عليه في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات هن عشر ذي الحجة. الأيام المعلومات هن عشر ذي الحجة. فإذا ما تركنا أحاديث القرآن عن تلك الأيام واتجهنا إلى السنة، يا ريت اخونا بس الدوشة شوية تهدى على أساس نقدر نكمل.
وانا لو تركنا القرآن، الحديث تبع القرآن، حديث القرآن عن ذي الحجة، واتجهنا الى حديث السنة عن ايام الايام العشر، فاننا نجد فيها العجب العجاب. سنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد فيه عجبا عجابا، يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الايام بحديث بالغ، بأحاديث خطيرة، بأحاديث عظيمة صحيحة وحسنة. فأسمعون الصلاة على رسول الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس في صحيح البخاري رحمه الله تعالى بروايات متعددة لهذا الحديث. الرواية الأولى: ما من أيام، شوفوا كيف يفضل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام المقبلة، حري بنا والله أن نستغلها، أن نستغل الأيام القابلة استغلالا باهرا، نري الله من أنفسنا خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أعمال، ما من أيام، العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام. يعني أيام إيش؟ العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الحديث إخواننا له رواية أخرى لكن ليست في البخاري، يقول في الرواية الأخرى: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل، أرعون القلوب، اسمعوا بقلوبكم، ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. أعظم أيام تقدر تستغلها للوصول إلى الله سبحانه وتعالى هي عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعند أبي داود الطيالسي بسند حسن عن ابن عمرو قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال، فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فأكبره رسول الله، أكبر الجهاد وعظم شأنه، وقال: ولا الجهاد إلا، واسمعوا الحديث بآذانكم وقلوبكم، حديث خطير، إلا أن يخرج رجل بماله ونفسه في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. الحديث إخواننا بهذه الروايات وبهذه الألفاظ نستفيد منه عدة فوائد: أن الأيام المقبلة هي أعظم فضلا من أيام رمضان، أعظم في العمل والقبول والخير من أيام رمضان. لذلك: يا من اجتهدتم في رمضان وصففتم الأقدام بين يدي الله، أعيدوا الكرة واكسبوا الرهان واجتهدوا في هذه الأيام. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا جاءت العشر الأول من ذي الحجة اجتهد اجتهادا حتى لا يكاد يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سرجكم في هذه الأيام، يعني قوموا الليل ولا تطفئوا المصابيح في هذه الأيام. فالحديث يدل على أن الأعمال في أيام ذي الحجة مضاعفة الأجور، مضاعفة، يعني اللي كان بيصلي ركعتين، اللي كان بيصلي عشر ركعات في قبل ذي الحجة قد يوازيها رجل الآن بيصلي ركعتين في أيام ذي الحجة. اللي بيعمل قليل في أيام ذي الحجة بيسبق من عمل كثيرا في غير هذه الأيام. لذلك تحتاج منا إلى شيء من الاستعداد وشيء من الهمة العالية في اكتساب رضا الله سبحانه وتعالى. الحديث إخواننا حديث ابن عباس وحديث ابن عمرو لم يحدد إيش بدك تعمل في الأيام هذه، إيش ما بدك تعمل، صيام اعمل، ذكر اعمل، جهاد اعمل، رباط اعمل، برد اليهود اعمل، تفريج للكربات اعمل،
صدقات، اعمل المهم ألا تضيع دقائق هذه الأيام هدرا مدرا، المهم أن تستغل تلك الأيام المباركة لأنها مضاعفة الأجور ومضاعفة الحسنات. الصحابة يا إخواننا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد. ليش النبي، ليش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بالذات؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم، اسمعوا يا من تعشقون الجهاد في سبيل الله، اسمعوا يا من تغبرت أقدامكم وأقدام أبنائكم في سبيل الله سبحانه وتعالى، الصحابة ما كانوا يعدلون بالجهاد أي عمل، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن جهاد لا شوكة فيه حج مبرور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل أعدل فيه المجاهد، قال لا تستطيع. هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم ولا تفطر وأن تقوم ولا تفطر؟ تقدر لو طلع المجاهد ليلة رباط إنك في الليلة أو في مسافة ما يطلع تصوم النهار ولا تفطر وتقوم الليل ولا ترقد؟ قال ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ تكون الأيام العشر أفضل من الجهاد هو بهذه الطريقة، معناها أن الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق وأفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ولما يعني نطيل النفس في هذا، فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يروي عند ابن حبان والبزار بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قيل ولا مثلهن في سبيل الله، يعني أيام العشر أفضل من أن الواحد يطلع في مثلهم يجاهد في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني ليس أفضل من أيام ذي الحجة إلا أن يخرج الرجل بسيارته بنفسه ترصف عليه سيارته ويطير في سبيل الله أشلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم حياتنا بالشهادة في سبيل الله. فليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابا، ألا لوقت للعمال فيه ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبا فيها الإنابة. إخواننا هذه الأيام جميلة، أيام مباركة يستحب فيها الصيام حتى لو صمناها كلها. طب لو مش قادر يصومها كلها يصوم يومين، يصوم يوم، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وعند النسائي في أحاديث صححها الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام تسع من ذي الحجة كما عند أبي داود عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام تلك الأيام، اللي قادر يصومها كلها يصوم، اللي مش قادر يصومها يصوم بعضها، يصوم يوم منها، المهم ألا يخليها بدون صيام، لأن الصيام كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. المسائل الثانية أخواننا، مين أفضل، عشر ذي الحجة ولا عشر رمضان؟ صلوا على رسول الله. الأحاديث بظاهرها تفيد إنه عشر ذي الحجة أفضل من عشر أيام رمضان، لكن قال العلماء ليالي عشر رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، ونهار عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة. ليالي يا أخواننا، ليالي العشر الأواخر من رمضان أحسن من ليالي إيش؟ عشر ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر، ونهار أيام ذي الحجة أفضل لأن فيها أيام رمضان، أي فيها يوم عرفة. هذه واحدة.
ثم الأخرى مما يستحب العمل في الأيام: الجهاد في سبيل الله، الرباط في سبيل الله، من رابط ليلة، من رباط ليلة في سبيل الله خير من شهر فيما سواه. وكان يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله خير لي من أن أعتكف ليلة القدر عند الحجر الأسود. طب هذه في الأيام العادية، فما بالك اللي بيطلع له ليلة رباط في الأيام ذي الحجة؟ بيكون عمل مبارك وعمل ميمون لا يعادله عمل يجمع الصيام إلى القيام إلى الجهاد في سبيل الله. هذا خير الرجال، نسأل الله أن يحقنا بهم جميعا. آخر حاجة بدي أقولها: تستحب في الأيام العشر أن يظل لسانك رطبا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك يستحب في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هن أيام عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. أيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. لذلك أختم فأقول: الحديث قال العمل الصالح لو صحت لك صدقة تصدق، لو صح لك أنك تفرج عن أخوك همه فرج، خير الناس عند الله أنفعهم للناس، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. صح لك جهاد، جاهد، طلب علم، اطلب كي تكون ممن يفوز بنفحات الله في هذه الأيام المباركات. لي وقفة معكم عن يوم عرفة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وما قلته إلا ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.